هاي لكل مستمعي صوت لبنان، وخاصة لمستمعي برنامج فانز وفنان. مني أنا ريتا سيف، ومن الزميل روي جبور على الهندسة الصوتية. رح نرفقكن اليوم مع أحلى فانز، وأكيد عم تتسألوا مين فنان أو فنانة حلقتنا. مسيرتها كانت وليدة عائلة فنية كبيرة، فكان رصيدها الفني جامع بين الوراثة الفنية وبين هويتها الخاصة يلي تميزت باللون الغربي والعربي. فبداية حياتها الفنية كانت من خلال أغاني فرنسية لتنطلق من بعدها بالأغاني العربية، ولكن بستيل خاص فيها. بسنوات قليلة قدرت تتفوق بكتير مجالات، من الفن للتمثيل ولعالم الاستعراض المسرحي، ويلي ما حدا بيعرفه كمان انه خاضت تجربة التقديم. يعني فينا نقول انه فنانتنا فنانة شاملة. نحنا اكيد شهادتنا مجروحة فيها، بس بشهادة كبار بعالم الفن، الفنانة آلين لحود قدرت ترسم خط إلها وتثبت حالها، والدليل نجاحها بكتير من المسابقات العالمية. أهلا وسهلا بمادونا عبد الباقي يلي هي مسؤولة الفان كلوب، وبماريت جو، وبداليا حرب ببرنامج فانز وفنان. Thank you إليك ريتا. أنا بحب أقول لكل المستمعين أنه مادونا بخلال حلقة من برنامج فانز وفنان اتصلت فينا وتركت رقمها تحت الهواء، وحبت أنه تشارك بحلقة الفنانة آلين لحود. بدي اقول لك ثانك يو اليك ريتا. اهلا وسهلا فيك. نعم نحن سمعنا اول حلقه من بروجرامك وحبينا كثير كيف فكره الفانز بعرفوا عن الفنان اللي بحبون بالطريقه اللي هن بشوفون فيها. نعم. وكان هن تاثيرهم كثير ايجابي، حتى قالوا انه الحلقه كانت كثير حلوه وكثير حبوها. وانا خبرت الفانز وسمعوا الحلقات اللي قبلنا وكثير حبوا الفكره وقررنا انه نشارك معك. يا اهلا وسهلا فيكم. وانا كمان من خلال يلي قلتي هلا مادونا بدي اوجه تحيه لكل الفانز اللي قطعوا بحلقاتنا، وكانت الحلقات كثير حلوة بوجودهم. ومرة جديدة بدي ارجع رحب فيكم، اهلا وسهلا. ببداية حلقتنا، انتو كفانز كيف بتعرفوا داليا عن آلين لحود؟ بالنسبة لي آلين لحود هي الفنانة المفضلة من كل اعمال التمثيل، الغناء، العروضات المسرحية. دايما متابع لها اخبارها ودايما بكون up to date مع الفيسبوك وتويتر وانستغرام كلهم، ودايما بحكي عنها قدام الكل، ودايما بخليني اشوف كل اعمالها من خلال بالغناء او من التمثيل. نعم. وشو بكون ارائهم دايما؟ دايما ايجابيه. دايما ايجابيه. وماريتزو بالنسبه لي آلين مثل ما سبقتي وقلتي فنانه شامله. نعم. ان كان من ناحيه الغناء او التمثيل او التقديم حتى، نفتخر فيها اكيد، فنانه شامله. نعم. ومادونا أنا شحيتي مجروحة فيها لآلين، وهي بالنسبة لي مثل كل شيء. آلين أكتر من فنانة بالنسبة لنا، هي مثل فئتنا، ما بتعتبرنا فانز لإلها. بتعرفكن كلكن مادونا؟ إيه بتعرفنا كلنا. بتعرفكن بأساميكن؟ إيه كل حدا بيتواصل معه بتعرفه بالاسم، حتى بس تشوفنا بتقول أنت فلان أنت فلان هيك. نعم. يعني تعرف عنكن. إيه مثل رفقات، حتى بتقلنا على تويتر أو شيء إنه بتعرفنا على أساس فلانز تبعولا مش فانز. أنا بس بعرف إنه في كتير أخبار حلوة ومعلومات حابين تخبرونا إياها. قبل ما ندخل بتفاصيل تفاصيل الحلقة، خلونا نتوقف لنسمع مدلي من أجمل أغاني آلين. نسمع سوا. Si je suis sur cette terre, c'est certainement pour faire simplement ce qui me plaît. Même si ce n'est pas mais d'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait presque comme une mère. Tu me bordais, me protégeais. Je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer. Je vais t'aimer comme j'aurais tellement. Oh,
فانز وفنان تابع معكم عبر أسير صوت لبنان 93.3. من بعد ما استمعنا لهالمدلة الرائعة بحب أعرف رأيكم، شو كان رأيكم بهالمدلة مادونا؟ حسيتك كتير محمسة. لأنه كتير حبيت أنه حطيته أغنية القديمة، حتى في ناس يمكن مش سامعة فيهم هيك، فكتير كتير حلو المدلة. نعم أنا بحب وجه تحية للزميل روي جابور. شو كان رأيكم مادونا وماريجو؟ كان كتير حلو المدلي، لأنه مثل ما قالت مادونا أنه العالم لازم تسمع أغانيها القديمة اللي ما كتير معروفة. هيدا أول سدي نزل لقالها الفرنسية كله. نعم. ومن وراء الأغاني الفرنسية هي بلشت جوائز اللي تخدها العالمية من وراء الأغاني الفرنسية قبل الأغاني العربية أكيد. نعم. مثل ما بنعرف أنه الفنانة آلين عندها كتير فانز وكتار حابين يتواصلوا معها، من هيك هلأ لكل المستمعين يلي حابين يوصلوا مسج معين للفنانة آلين ممكن انه يتصلوا فينا ويشاركوا بالمسابقة الاسبوعية. ونحن لهالاسبوع اخترنا 3 اغاني يلي هني: حبوك عيوني، بكير تركتيني، بعشق روحك. من بين هالثلاث اغاني كونوا كتار واتصلوا فينا لتصوتوا لافضل اغنية. ولتتصلوا فينا فيكن تتصلوا على الرقم 0454-535-52 ونحن بانتظار اتصالاتكن. للمشاركة بهالبرنامج ابعتوا SMS بيتضمن اللي حابين تقولوه على الرقم 1082 أو اتصلوا على الرقم 0454-535-52. صوت لبنان. فانزو فنان متابع معكم عبر أسير صوت لبنان ومعنا اتصال. ألو بونسوار. ألو بونسوار. مين معنا؟ معك إسراء حرف. يا أهلا وسهلا بإسراء. إسراء عم تسمعينا؟ إيه نعم. منين حضرتك؟ أنا من الجبل. يا أهلا وسهلا وتحية طبعا لكل أهل الجبل. إسراء، لأي أغنية بتحب تصوتي؟ أنا حابة صوت لأغنية تحبوك عيوني. حبوك عيوني، ليه اخترت هالأغنية؟ أنا كتير كنت بتعني لها الغنية، بحبها من زمان. نعم. صراحة أعرف أنه ألين لحود بتغنية. نعم. فهلأ صرت أنا ما كتير كنت أبتديت معها لألين لحود لكل أخبارها وهيك. هلأ عن جديد بالنسبة لأنه في عندي كم حدا كتير إني من فانز لألين. نعم. فصرت أنه أتابع أخبارها وحب أعمالها كتير. نعم. يا أهلا وسهلا فيك وشكرا لاتصالك. مرسي. يا أهلا وسهلا. وكمان معنا اتصال. ألو بونسوار. ألو بونسوار. بونسوار. مين معنا؟ صوفي معك. يا أهلا بصوفي. صوفي منين حضرتك؟ من الشوف. يا أهلا بصوفي وتحية طبعا لكل أهل الشوف. صوفي، لأي أغنية بتحب تصوتي؟ بعشق روحي. بعشق روحك. شو بتحبي تقولي لصوفي للفنانة آلين لحود عبر صوت لبنان؟ منقول لها انه بنحبها كثير لآلين، بتعقد بنفسيتها وبكل شيء فيها، وسبق وحكيته كل شيء عنها. نعم. شامله لكل شيء، وكصوت كغنى كأداء مسرح شو ما كان، يعني اسم الله عليها. صوفي بنحبها كثير. نعم. ان شاء الله تضل على طول هيك بتقدم ان شاء الله يا رب. شكرا لاتصالك ويا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا. فانز كتار وكلهم حابين يوصلوا مسج معين للفنانه آلين لحود ومعنا اتصال. الو بونسوار. الو بونسوار. يا اهلا وسهلا، مين معنا؟ معك جنات. يا اهلا بجنات. جنات منين حضرتك؟ أنترياس. يا اهلا وسهلا. جنات، لاي اغنيه بتحبي تصوتي؟ بعشق روحك. بعشق روحك. ليه اخترت هالأغنية؟ بحب
كثير تعجبني وبحب كثير صوتها لالين فيها. نعم يا اهلا وسهلا فيك يا جنات وشكرا لاتصالك. مرسي. يا اهلا وسهلا. بعشق روحك والكلمات بعشق احساسك بالذات كيف بتمشي وكيف بتحكي قلبي بيشتاقلك بجنون ما بعرف مع غيرك كون ولا بقدر مع غيرك احكي بعشق روحك والكلمات بعشق احساسك بالذات كيف بتمشي وكيف بتحكي فانز فنان متابع معكم ومعنا اتصال. الو بونسوار. يا اهلا وسهلا. مين معنا؟ معك نينا. يا اهلا بلينا. لينا منين حضرتك؟ نينا. نعم منين حضرتك؟ من الجبل. يا اهلا وسهلا فيك وطبعا تحيه لكل اهل الجبل. تحيه جديده. هوني الجبل كثير بحبها القليل لحول. نعم يا اهلا وسهلا فيكم كلكم. لاي اغنيه بتحب تصوتي؟ بكير تركتيني. بكير تركتيني. نعم. ليش اخترت هالاغنيه بالذات؟ لانها حلوه كثير وهيك معبره ومليانه بالاحاسيس. صحيح. والعواطف. نعم. شكرا لك على اتصالك. يا اهلا وسهلا. غير حالي وكل شي تركتي بقلبي غالي منك باقي نجم قبالي بحكي معها وبتحاكيني. يعني مثل ما ملاحظين فانز قالين كتار وكلهم بحبوها. اما نحن هون بالستوديو جو كتير ايجابي وطبعا بحب اعرف رايكم. داليا لاي اغنيه بتحب تصوتي؟ بالنسبه لي بكير تركيني لانه بتذكرنا. نعم. يعني هي ذكرى للراحل سربا القريب ومؤثره كتير واخذت مداها وصدى كبير بمناسبه عيد الام وقتها نزلت وكانت من الاغاني المتفوقه بالنسبه للام. هي كثير مؤثره ومعبره. صحيح. وماري جو. انا بدي صوت لبعشق روحك لانه هي الغنيه اللي اكثر عرفتني على الين ومن وراها اكثر انا تقربت لها. نعم. ومادونا. انا اكثر اغنيه بتحب تصوتي لها بعرف انه انت بتحبيهم ثلاثتهم. حبوك عيوني لأنه. نعم. هي الأغنية اللي بلشت فيها قالين بالعربي. نعم. وكانت كتير صدى إيجابي لقالها عند العالم وخلتهم يعرفوها أكتر. نعم. صبايا معنا اتصال. مثل ما قلت لكم فانز قالين كتار متوقعين طبعا. بونسوار. يا اهلا وسهلا. مين معنا؟ معكم غادة عبد الباقي. يا اهلا وسهلا. والله نشترك بالفانز. يا اهلا وسهلا. انتوا احلى فانز. اهلا وسهلا فيكم. لاي اغنيه بتحب تصوتي؟ بعشق روحك. نعم. وليه اخترت هالاغنيه؟ نعم ليه اخترت هالاغنيه؟ صوت الين فيها كتير حلو. نعم. ونحن بنحب كتير الين والفانز تبعها بنحبه خاصه معه مادونا عبد الباقي. طبعا. يا اهلا وسهلا فيك ومادونا بتحييك وهي هلا حدي وعم تضحك. اهلا وسهلا فيك وشكرا لاتصالك. للمشاركه بهالبرنامج ابعثوا اس ام اس بيتضمن اللي حابين تقولوه على الرقم 1082 او اتصلوا على الرقم 0454535252. صوت لبنان. عودة لإلك دولي. هل أنتوا تعرفتوا على ألين من وراء والدتها الفنانة الراحلة سلوى القطريب أو صرتوا فانز لألين من وراء عمل معين؟ ماري جو شو رأيك بهالموضوع؟ أو مادونا؟ مين بحب يحكي؟ هو لا مش من وراء ست سلوى القطريب تعرفنا على ألين. نعم. لأنه نحن كنا نعرف أنه في فنانة اسمها سلوى القطريب وكبيرة من لبنان بس ما كنا نعرف أنه ألين هي بنتها. من وراء ألين تعرفنا على ست سلوى القطريب. نعم. قد ايه بتعني لكم الفنانة سلوى القطريب؟ بالنسبة لإلي سلوى القطريب ومش بالنسبة لإلي بالنسبة للبنان وللعالم العربي هي فخر للبنان وهي تراث لبنان ومن الفنانات المحترفات اللي أبدعوا بزمن الفن الأصيل بلبنان. نعم.
ودايما نفتخر انه نحن من لبنان، ونفتخر فيها لسلوى القطريبي وبكل اعمالها اللي قامت فيها. نعم. ومنتأسف انه هي منا موجوده بهالمرحله مع الين. نعم. طبعا تحيه لروح الراحله سلوى القطريب. عرفنا انه الين بدها تجدد اغاني والدتها، اي اغنيه ماري جو بتحبه انه هي تجددها؟ عبالي تجدد الاغاني كلهم تبع سلوى القطريب حلوين كتير، بس بحب بتجدد أغنية على نبع الماي كتير. نعم. حلوة بتحبيها. نعم. شو رأيكم مادونا بالديو يلي قامت فيه مع الفنان مروان خوري؟ كيف لقيتوا هيدا الديو؟ هلا كان كتير حلو، كان كتير صدى إيجابي بالنسبة لألين، بما أنه مروان خوري عنده كتير قاعدة جماهيرية كتير كبيرة، عرفت كتير من العالم على ألين. حسيت أنه هاي الأغنية هيدا الديو زاد من شعبيتها؟ إيه زاد كتير من شعبيتها، حتى ألين بتقول هالشي، وحتى كانوا يعني الكل بيقول أنه أصواتهم كانوا كتير منسجمة مع بعضها، وحتى الديو كتير على اليوتيوب، يعني أنا نزلته بعد شي سنة تقريبا، هلأ صار بالمئتين ألف فيو، هيدا غير كان كتير عليه عدد متتبعين. نعم. خدت ألين مهنة التمثيل، حبيتوها بهيدي التجربة داليا؟ أكيد. نعم أكيد. كيف لقيت أدائها؟ أدائها كان محترف لحد معين، لأنه بالأساس ألين لحود هي درست التمثيل والإخراج قبل ما تخوض الغنى، هي درسة، هي محترفة التمثيل وبنفس الوقت الإخراج مع أنه ما مارسته. نعم. ودايما أدائها بالتمثيل دايما بأداء محترم، وبنفس الوقت بكل الأدوار اللي بتاخده وبتأبدع بكل دور بتاخده، بتبين دورها كأنه هي عن جد هي بالطبيعة هيدا الدور اللي عم بتاخده. نعم. ماري جو، ما بتعتقدي أنه التمثيل سرقها لألين من الغناء؟ لا، لأنه ألين عم يعني فنانة شاطرة بالاثنين. نعم. وعم تعرف كيف توفق بين الاثنين، يعني إذا مالت فترة على الغنى أكتر ركزت عليه، بترجع بفترة تانية بترجع بتميل للتمثيل، يعني مش عم تاخد شي من التاني أنا برأيي. نعم. هيك منعرف إنه ألين بتغني بكذا لغة، هل بتفضلوا مادونا إنها تغني بالأغنية الأجنبية ولا أكتر بالأغنية العربية؟ مثل ما بلشت وقلت إنه هي بلشت بالأجنبي، حتى ربحت جوائز عالمية بالأجنبي، بعدين صارت تنزل أغاني عربي والعالم تعرفت عليها بهالشي، بس إنه بتنيناتهم ألين بتعقد فيهم تنيناتهم، يعني نحنا بس بالنسبة لي أكيد بفضلها بالعربي، بس إنه بكل اللغات اللي بتغنيها بتأبدع فيها. بما أن الجو إيجابي وكلكم بتحبوا تسمعوا أغاني ألين، شو رأيكم نتوقف لنسمع مدلي من تحضير الزميل روي جبور؟ فانز وفنان متابع معكم عبر أسير صوت لبنان 93.3. صبايا مثل ما بتعرفوا، مثل ما بقولوا انه الفانز بعبروا عن شخصية الفنان، او هن بالاحرى مراية الفنان واساس كل نجاح له، واليوم حبينا نضوي على هالعلاقة اكتر من خلال اتصالنا بالفنانة ألين لحود، ونحن طبعا كتير سعيدين انه قدرنا نتواصل معها ويقدروا الفانز تبعها يعبروا عن حبهم الى لايف على الهواء. اهلا وسهلا بالفنانة ألين لحود. مرسي، اهلا فيك. يا اهلا وسهلا ألين، يا ريت بتخبرينا كيف علاقتك بالفانز وكيف تتواصلي معهم؟ علاقة اكتر من جيدة، فيني اقول انها كتير محظوظة بذكر هالاشخاص يلي بيعبروا لي عن محبتهم ويلي مواكبيني من كذا سنة لليوم. نعم. والتواصل دايم اكيد، يعني التواصل قد ما الوقت بيسمح، وقد ما اكيد النشاطات كمان بتفتح مجال انه يصير في تواصل، بس بعتبرها علاقة كتير مهمة، لانه هذا اول شيء نعمة انه يكون في ناس بيحبوا شخص معروف، وهذا الشيء كان واضح اليوم لانه الجو كتير ايجابي وكل اغانيك حافظينها وعم بيرددوها، وطبعا المستمعين كتير في ضغط على الاتصالات. الحمد لله هيدا عن جد نعمة. نعم. ألين، حسب موقع ميوزك نيشن
انه ضمن الاسبوع الثقافي يلي قامت فيه المدرسه الثانويه لراهبات المحبه الاشرفيه، لبيت دعوتهم للمشاركه باليوم المخصص للفنون، واعطيت من خبرتك للتلاميذ وغنيت معهم. وطبعا مثل ما عرفنا انه المدرسه كرمتك لشكرك على هيدي المبادره. خبرينا اكثر عن هيدي التجربه، وقد ايه قليل مهم انه الفنان يعطي من تجربته للجيل الصاعد. اكيد هذا من التجربات، يعني التجارب اللي بعتبرها كثير عزيزه على قلبي، لانه اول شيء نحن كلنا كنا طلاب مدارس. نعم. وكنا كلنا ننطر وقت يكون في احد المشاهير جاي يزورنا تينقلنا يعني خبرته. واسبوع ثقافي سوري. نعم. واليوم نحن بنعرف انه قد ايه بنفتقد للثقافه، وقد ايه ضروري الجيل الجديد يضل يعني يتمسك بالثقافة، لأنه هي سلاحه لحياته المستقبلية. فأنا يعني خبرتي المتواضعة ما فينا أقول اليوم أنه كتير علمت هالأشخاص، بس أكيد حبيت أتشارك معهم بهالأسبوع وأقدر شوف النشاطات اللي عم بيقوموا فيها. وبالنسبة لقلي الأطفال يعني من كل الأعمار حتى المراهقين، يعني أنا بتعني لي كتير العلاقة أنا وياهم، لأنه بعرف المراحل اللي بيقطعوا فيها، أنا قطعت فيها، بعرف يمكن أفكارهم، بعرف شوي شو ممكن تكون أحلامهم، وبجرب أتشارك فيها معهم. نعم. وبشكر كمان الأشخاص اللي دايما بيحبوا أنه أنا أكون جزء من نشاطاتهم، يعني مجرد أنه عم بيفكروا فيي هاي شغلة بتشرفني. طبعا ألين، تحية لكل اللي قاموا بهذا العمل، وتحية طبعا لرهيبات المحبة هالمدرسة يلي دايما لها فضل على تلاميذها. ألين، مثل ما لاحظت اليوم داليا اختارت أغنية بكير تركتيني، وطبعا هيدي الأغنية أثرت بكتير منا، وحضرتك قدمتيها بمناسبة عيد الأم. كيف اجتك الفكرة وقد ايه هالأغنية بتعني لك؟ يعني هي مش صعبة تجي الفكرة، بس خليني اقول لك انه الاغنية انكتبت من حوالي سنة ونص تقريبا. نعم. بس ما كان عندي علم بالموضوع لحديت ما نحن وعم نعرض مسرحية على ارض الغجر، استاذ غادي الرحباني قال لي انه دكتور حمد ابو درغم مواكبني، هو طبيب شرايين، فكاتب كان هالقصيدة وحب انه يقدم لي اياها، ولضيق الوقت ما قدرت اقدمها سنة الماضية، فلقيت اليوم انه على الذكرى الرابعة لرحيل سلوى بتكون كمان مثل هيك خطوة حلوة ومثل لفتة حلوة. طبعا وبدأت الوقت عيد الأم، فيعني اجت كل المناسبات بوقتها، وهي أم حقيقية وصداها بيتردد من خلالك، ونحن طبعا بنحبها كتير، وتحية لروحها. مرسي. نعم. مرسي. هي الحلو انه قدرت سنة اقدمها، يعني قبل يمكن كان شوي صعب علي بعد غني. نعم. هذا الموضوع، لأنه كمان كان عندي صعوبة سجل الغنية، أخذت معي شوية وقت طبعا، فالسنة حسيت أنه خلص صار الوقت، والحمد لله يعني إجا الإيفنت بمطرحه، وطبعا كان إيفنت رائع، ونحن بنشجع أي عمل أنت بتقومي فيه ألين. ألين، بالصيف رح يتم عرض مسرحية على أرض الغجر بالدول العربية بعد نجاحها الكبير بدبي. قد ايه المسرحية شكلت نقلة نوعية بمسيرتك الفنية، وخاصة أنه العمل كان مع الرحابني، ونحن بنعرف أنه كتار من الفنانين بحبوا يتعاملوا معهم. يعني ما في شك انه عقرض الغجر لوحده بحس هيك نقلتني من مطرح لمطرح تاني، يعني عم تشتغلي مع اسم كبير وعم بتكوني بطلة على مسرحون، وعم جسد دور بحبه، يعني طول عمري بحب حياة الغجر وعندي حشرية انه اتعرف عليها اكتر، وعم مثل بلهجة غير لهجتي والى جانب اكيد اسامي كتير كبيرة، فبحس انه هالمسرحية فعلا عرفت الناس اكتر علي على الصعيد المسرحي، وانا كمان تحدثني بمطرح بدور زينة يلي لعبته. نعم. ألين، عرفنا أنه رح يكون في عمل رح يجسد السيرة الذاتية للراحلة سلوى الأطريب، وأنه والدك الأستاذ ناهي لحود عم يكتب السيناريو. وين صار هالعمل اليوم؟ وهل حضرتك حتقومي بدور سلوى الأطريب؟ يعني العمل شوي هلأ حاطينه على جنب، لأنه فعلا عمل ضخم جدا، ونحن وعم ندرس ميزانيته عرفنا أنه إذا ما تأمن الإنتاج الضخم له ما فينا اليوم نعمل أي دعسة ناقصة بتقديمه. نعم. ما في شك انه الوالد عم يكتب، وهلأ عم نكتب بتأني، لانه في كتير تفاصيل ما في غير نحنا منعرفها، وما في غير نحنا قادرين ننقلها للمشاهد بشكل دقيق. نعم. فهلأ عم ناخد وقتنا بالكتابة ونجمع المعلومات اللي منحس ضروري انه تنذكر. نعم.
وإلى أنه نلاقي الإنتاج اللازم أكيد رح ينعرض. لا أنا رح كون ورا الكاميرا أكيد، مش أنا رح ألعب دور سلوى. بتلاقي صعوبة إنك تلعب هالدور؟ لا مش قصة صعوبة، لا منا القصة صعوبة. أول شيء على الناحية يعني ناحية الشبه أنا ما بشبه أمي، فأكيد اللي رح تلعب الدور رح تكون ممثلة على القليل يكون شكلها قريب لشكل سلوى، قريبة من الشكل. نعم إيه، وأنا رح كون لأول مرة يعني رح كون أنا المخرج بهذا العمل إذا الله راد ونعرض. يعني عندك مهنة جديدة. هو هيدا اختصاصي أصلا. نعم. بالجامعة هيدا دراستي يعني. نعم. بس بعد يمكن احترافيا ما شافون الناس عم مارس هالمهنة من خلال هالعمل، حيتعرفوا كمان عليك وعلى مواهبك أكتر إن شاء الله. طبعا قالين نحن بانتظار هيدا العمل، منشجعك ومنحبك كتير، ومثل ما قلتلك وبرجع بقلك تحية لروح الراحلة سلوى القطريب، ومنتمنى لك النجاح والاستمرار بأي عمل بتقومي فيه. كلمة أخيرة لإلك للفانز الموجودين معنا بالستوديو ولكل المستمعين يلي بحبوك. أول شيء بدي أقول لك ماشي كتير ريتا، تاني شيء بدي يعني ما بعرف مين الموجود بالستوديو، بس بعرف إنه أكيد بتكون مادونا. مادونا طبعا. وداليا وماريجو. فبدي سلم على مادونا وماريجو وداليا وكل اللي عم يسمعونا وكل الفانز اللي ما قدروا يكونوا بالستوديو، وبعرف قديش منهم عم بيواكبوا عبر الفيسبوك والتويتر. طبعا. وبدي أقول لهم عن جد إنه قد ما أقول لهم ميرسي ما رح أقدر فعلا كافيهم على كل شيء عم يعملوه. بعرف قد بيبقوا محمسين وبعرف قد بيكونوا عم بيواكبوني. نعم. بدي اقول لهم عن جد مرسي كثير، انا بدلهم زيت المحبه وان شاء الله اقدر اقدم لهم افضل ما عندي دائما تضلهم مبسوطين وضلني دائما عند حسن ظنهم. نعم. ودائما برجع بقول المحبه هي اكبر نعمه، فبشكر كل الناس اللي بتحبني. المحبه هي اكثر هديه وهي بتلبق لك قالين، وكلنا بنفتخر فيك. وطبعا انا بدي اطلب منك باخر هالمداخله بدي اتشكرك واطلب منك تضلك معنا على السمع، لانه محضرين لك سيربريز عبر برنامج فان وفنان. خليك معنا. يلا يا أهلا وسهلا. خدني معك على درب بعيدي واطرح ما كنت على درب بعيدي، أغنية رائعة جدا سمعناها بصوت ألين وبصوت الراحلة سلوى القطريب. قد أثرت فيكم هيدي الأغنية مادونا؟ هي الغنية نحن كتير منحبها من قبل ما يعني حتى ما كنا نعرف إنه هي لست سلوى القطريب. نعم. حتى نحن طلب نحن منعزف وطلبنا إنه ناخدها كنوت لنعزفها وما كنا نعرف إنه هي إلها. من نعم. بعد ألين صرنا نعرف إنه هي. عرفت عليها أكثر. فكتير تعني لنا الغنية. نعم. داليا كيف لقيت مداخلة الفنانة ألين لحود؟ كانت كتير حلوة. نعم. دائما مداخلاتها بتكون مميزة لألين على كل دائما على تي في وعلى الراديو بتكون مداخلاتها مميزة. نعم. احنا اوريدي معودين كيف بتكون هي معنا او
تتعامل معنا، فدايما بنحب كيف بتكون. نعم ماري جو، بما انه نحن هلا بعصر الفيسبوك وتويتر، اكيد كتير مهم انه نضوي على هذا الجانب من حياه الفنان. قد ايه بتقضي وقتك لمتابعه اخبار الين عبر تويتر وفيسبوك؟ اكثريه وقتي على الفيسبوك وتويتر، هو يعني اكثر شيء حتى انشر اعمال الين وهيك، وبتابعها على البيج على فيسبوك الخاص حتى. نعم وهي كتير أكتف حتى، وكتير بتواصل معنا إن كان يعني مثل ما قالت هي، نحن مثل الفرنز تبعوا لأكتر من فانز، وبدأ أشكرها كتير على كل شيء. نعم مادونا، كم عدد المتتبعين على الفيسبوك؟ هلا أنا كنا امبارح بال 11800. نعم وكل يوم عدد كبير جدا. هلا بالنسبة لألين يعني نعم ينبقى لألين أكيد. نعم وإن شاء الله نقدر نوصل لصورتها مثل ما نحن بنشوفها لكل العالم. نعم داليا، شو آخر بوست كتبتي على الفيسبوك؟ أنا دايما بعمل شير، بعمل فولو للتويتر ولكل وريتويت لكل اللي بتحطون علينا على التويتر. وآخر مرة كتبت كانت كاتبة هي بوست على تويتر إنه هي كانت رايحة ودينج، وأنا متلا وجه إنه نحنا نشوف عروس، أنا منتمنى إنه إن شاء الله نشوف عروس، بتكون أحلى عروس أكيد. نعم. دايما هي يعني بتعمل شير لكل شيء بنحطه وريتويت للبوست. نعم. اللي بنعمله. هي بحد ذاتها داليا يلي بترد عليكم. مادونا، أنت شو آخر بوست كتبتي ليه؟ اليوم اليوم حطينا انه نحن ببروجرام فانز وفنانين، فانز وفنان معي كريتا. نعم وهي عملتها كمان ريتويت على تويتر وحطينا على فيسبوك، وكان كتير اصداء حلوه. وكأدي كان عدد، أدي كان في لايكس على البوست؟ قبل ما نوصل كانت تواصل ال 100 وشي على الستيتس اللي حطينا. كيف تتواصلوا ماري جو مع الفانز بالعالم العربي؟ عبر فيسبوك. نعم. أكتر شيء، لأنه يعني فينا نقول إنه فيسبوك بيجمع يمكن كل العالم من وين ما كان، صار في فيسبوك فأكتر. نعم. شيء نتواصل مع الفانز، يعني تعرفون للفانز بالعالم، صرتوا تعرفوا بعضكم؟ إيه. نعم. في أشخاص كتير أكتف معنا ومن العالم العربي، وفي كتير من لبنان، يعني نحن مثل جروب عاملين مؤلف من كذا شخص، كتير كتير منتابع ألين ومنضلنا وراها تنوصلها، وهذا يمكن سبب وجودنا الأول هون. نعم. نحن من كل منطقة بلبنان، يعني كل المجمعين موحدين على صوت ألين. حلو كتير، واي أهلا وسهلا فيكم. نحن وصلنا لختام حلقتنا، أنا بدي أتشكركم فردا فردا، بدي أتشكر مادونا على المبادرة، برجع بتشكرك عليها اللي أنت فيها لحتى تكوني موجودة. شو بتحب تقولي؟ بس بدي اقول لعلين انه ما فيها تقلنا ميرسي، لانه نحن ما بنعمل شيء زياده، نحن عم نعمل كثير اقل من ما لازم نعملها. يعني انا يمكن ما تبعتها من الاول، وهيدا شيء كثير بزعل انه ليش ما كنت معها من اول لهلا. هلا عم بتعودي، هلا كثير بس ما تقلنا ميرسي، لانه هي عم تعطينا اكثر ما نحن عم تعطيها بكثير. نعم وماري جو، شو بتحب تقولي؟ بالنسبة لك ريتا، بدي اقول لك مرسي كتير على استضافتك لنا. يا اهلا وسهلا. البروجرام كتير حلو وجديد من نوعه، حبيت الفكرة كتير. ولقالين مرسي على المداخلة كتير حلوة كانت، وعن جد ما في داعي للمرسي، انه نحن عم نعطي وهي عم تعطينا كمان، واللي عم تعطينا عم تقدم لنا اياه اعمال كتير حلوة. نعم. يا أهلا وسهلا فيك ماري جو. وداليا أنا كمان بتشكرك، كلمة أخيرة لإليك. ميرسي لإليك، نحن بدوري بدوري الصبايا بدي أشكرك لإليك بالأول. ميرسي كتير، كان كتير جو المقابلة حلو، وخصوصا أنت كتير أكتف معنا ريتا. يا أهلا وسهلا فيكم. وبدي أقول لألين أنه نحن دايما معه ودايما ندعمه، ونحن حابين نوصلها لأكتر من ما هي هلأ بكتير. أنا كمان مرة جديدة بدي أرجع أتشكركم، لأنه كمان أنتوا كنتوا أكتف معي وأنتوا كتير مهضومين، وكانت حلقة كتير حلوة بوجودكم. وبدي وجه تحية لكل المستمعين، وكمان تحية جديدة لألين، وبدي إلا نيالك بهالفانز، وطبعا نيالنا كلنا بألين. شو رأيكم؟ اليوم حلقتنا بتخلص هون، بس يلي أكيد إنه ألين من الفنانات النادرين يلي قدروا بوقت قصير يثبتوا حالهم، وقدرت ترسم خط خاص إلها بالرغم إنه هي من عائلة فنية كبيرة مثل ما سبق وقلنا. ما فينا إلا ما نتمنى لها النجاح الدائم وكل التألق، وأكيد ناطرين بعد كتير أعمال حلوة من ألين من هلأ للأسبوع المقبل. استفيدوا من كل لحظة وخلوا كل حياتكم مليئة بالأشياء الإيجابية. تحية كبيرة مني أنا ريتا سيف، ومن الزميل روي جبور على الهندسة الصوتية، ومنتمنى لكم سهرة ممتعة مع بقية برامج صوت لبنان. باي.
بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. قلبي بيشتاقك بجنون، ما بعرف ما غيرك كون، ولا بقدر ما غيرك احكي. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. بعرف لحن ولا غني، بموت من الهم بموت.